كيف نحددها؟ كذا تحت سبع سنة قد ايه قد ايه قد ايه 10 سم 10 من 10 الى 8 سم انت تحسب ايه تحسب ايه كذا في سنان كذا ايوه كذا مقفولة يعني هي مقفولة من السي كأنك بتعمل الفيست كأنك بتعمل الفيست فيست يعني ده حطة اليد خلاص يا شباب السنتر فين قلنا؟ الصبرة سن النوتش النوتش بكم سنتي؟ 8 إلى 10 تقريبا في هذا المكان خلاص؟ طبعا الكاسيت يكون أعلى أعلى الشغل ده بكم؟ 5 سنتي يعني بادي منين؟ قلنا الدفرامة كنت تفتحه منين لفين؟ من سي 4 سي 5 سي 5 طيب بالنسبه لللاترال كم يكون ديفرام يفتح لي كم سنتي 12 من 12 الى 15 سنتي خلاص هذا في كل الاوضاع في الاي بي وفي الاوبليكات رايت انتيريور اوبليك والليفت انتيريور اوبليك نفس الشيء خلاص ايش اللي بقى معانا الماركر خلاص والفاكتورز كم 73 هنزود الفاكتورز هنا عشان نزودها المره دي هنعملها 80 3 الاول ونشوف لو ما لو طلع ورقه كلبيه ما كانش هنزود لها يعني كل ما كانت الاحماض لها فتره اطول احنا نزود الفاكتورز يعني ممكن نخليه 90 مثلا 5 خلاص نجرب 90 5 نجرب الاول نجرب الاول 80 3 نجرب الاول 80 3 في فيلم احنا المال جربنا ما ظهر 80 ما طلعش نقص يعني يعني خلاص يا شباب هذا بالنسبة للأبي واضح السنتر الكولميشن والماركر والفاكتور خلاص واضح بالنسبة للأوبليكات عندنا طبعا البيزك الرايت انتيريور أوبليك ليش؟ لأن عشان مثل اللفت يكون على اللي بعمل الاوبليك عشان ابعد الايه شادو طبعا اذا كان على التيبل يكون البيشنت سباين على التيبل يكون ايش البيشنت برون خلاص برون يكون البيشنت احنا قلنا رايت انتيريور يكون سباين ولا برون خلاص اذا كان على الساند باكي يكون الفيس مواجه للبكي خلاص ابعد البكي نزل تحت مش مهم يا سعد تنزلش مش مشكله خلاص بالنسبه لل الباشنت بوزيشن احنا قلنا برون خلاص او اريكت على الفيس على الستاند باكي خلاص السنتر فين السنتر فين يا شباب طبعا نفس الفكره احنا قلنا بالنسبه للكاسيت يكون اعلى الشولدر بكم سنتي 5 سنتي السنتر فين بالضبط احنا في احنا من ناحيه انجل عندنا زي طب هنا العلامه الثانيه سكابيولا رانجيا رانجيا ما تقولون انفيريو العلامه اللي واضحه ايش اسمها سي 7 خلاص احنا نحسب من السي 7 نفس الشيست لما نصور البي اي احنا كيف نحدد السنتر السي 6 هي نفسها في الشيست ونفسها في الاسوفاجس خلاص كيف نحددها من السي 7 خلاص الى الاسفل كم سنتي؟ من 18 الى 20 سنتي، كيف نحددها؟ بهذا الشكل، خلاص؟ تحدد بهذا الشكل. فين السي 7؟ على الانفيريور انجل في هذا المكان تقريبا، خلاص؟ في هذا المكان، تكون اليد مفتوحة بهذا الشكل، تعطيني من 18 الى 20 سنتي، خلاص؟ يكون فين السنتر؟ تي 6 بعد ما تفتح يدك كاملة تكون على التي 6 في هذا المكان، خلاص؟ يعني تحدد فين خلاص طبعا احنا هذا الوضع احنا قلنا رايت انتيريور اوبليك خلاص البيشنت كم يكون الميلان كم درجه 45 ها
لا من 35 الى 40 درجه من 35 الى 40 درجه خلاص في الرايت وفي الليفت الرايت انتيريور اوبليك وفي الليفت انتيريور اوبليك يثبت بهذا الشكل طبعا هنا على الرايت كيف الميلان على اي على الرايت الرايت فين الان حلو بهذا الشكل خلاص البيزك احنا قلنا الرايت خلاص ممكن نعمل ليفت الرايت انتيريور اوبليك يعني بهذا الشكل السنتر احنا قلنا على التي 6 خلاص لكن مع الاوبليك احنا نخلي السنتر ناحيه الجهه المرفوعه ايش ليفت الليفت يعني يكون في الـ في المستوى تي 6 بس على الليفت لا احنا نتكلم عن الميد سجيتال بلين خلاص يعني نرفع ناحيه الليفت كم سنتي في نفس السنتر بس نرفعه ناحيه الليفت 2 سنتي خلاص عشان الميلان تعويض الميلان يعني السنتر الان هنا في هذا المكان خلاص احنا نروح ناحيه الليفت 2 سنتي تعويض الميلان خلاص يعني يكون بهذا الشكل طبعا يثبت بالسمونج اللي هنا جيبه خلاص بالنسبه لل يعني في هذا المكان شايفين المسجد البين خلاص يكون ناحيه الليفت الجهه المرفوعه اذا كان العكس على الليفت يكون السنتر ناحيه الرايت خلاص بالنسبه للكولوميشن احنا ناخذ من بدايه من اعلى الشولدر بكم بخمس سنتي الى اسفل الاكسفويد بروسيس خلاص بالنسبه لللاترال من 12 الى 15 سنتي نوضع الماركر الفاكتورز 5 خلاص واضح كمان في اللاترال برضو اللاترال. ممكن نعمل لاترال لو خدت كويت لاترال احيانا بحتاج لو خدت كويت لاترال ازود الفاكتور شوي انت بديت تاخد ال 100 ازود الفاكتور ل 90 يعني 90 طبعا 90 البيزك مش على وبرضه ازود برضه الملي امبير سكند ممكن يبقى 5 او 6 لو خدت لاترال طبعا الاوبليكات تغنيني عن اللاترال